أسعد الله أوقاتكم طلابي الأعزاء. درسنا الجديد لهذا اليوم هو حرف الظاء. حرف الظاء سنتعرف عليه من خلال درس اليوم، وهو بعنوان الشمس تغيب. هيا معي تابعوا هذا الدرس وحاولوا أن تهجئوا معي هذه الكلمات. سأقرأه الآن. الشمس تغيب. بعد الظهر رحت ألعب مع أخي عصام في الحديقة. نركض ونقفز على الحشائش الخضراء بفرح وسرور. فجأة نظرت إلى السماء. ما أجمل هذا المنظر! الغيوم تتلون بشعاع الشمس الأحمر وترسم ظلالها على البحر الأزرق، والشمس تكاد تغرق. انظر انظر يا عصام، الشمس تغيب. إذن ماذا كان يفعل عصام بعد الظهر؟ ماذا يفعل صديقنا في هذه القصة مع أخاه عصام بعد الظهر؟ كان يلعب معه في الحديقة. ماذا شاهدوا سويا؟ شاهدوا الشمس تغيب عندما كانت الشمس تغيب. إذن أعيد قراءة الدرس، تابعوا معي كلمة بكلمة. الشمس تغيب. بعد الظهر رحت ألعب مع أخي عصام في الحديقة. نركض ونقفز على الحشائش الخضراء بفرح وسرور. فجأة نظرت إلى السماء. ما أجمل هذا المنظر! الغيوم تتلون بشعاع الشمس الأحمر وترسم ظلالها على البحر الأزرق، والشمس تكاد تغرق. انظر انظر يا عصام، الشمس تغيب. هيا معا نجد حرف الظاء في الكلمة. بعد الظهر رحت ألعب مع أخي عصام. كلمة الظهر، أحسنتم، جيد جدا. كلمة الظهر جاءت وسط الكلمة الظهر. كلمة الظهر، تابعوا معي كيف نكتبها سويا. ال ونضع لها وهنا نقطة. الظهر. نكمل. نركض ونقفز على الحشائش الخضراء بفرح وسرور. فجأة نظرت إلى السماء. هل ترون حرف الظاء؟ حسنا، كلمة نظرت. نظرت أيضا في وسط الكلمة، موضوعها وسط الكلمة. نكمل. ما أجمل هذا المنظر! أحسنتم، المنظر. إذن كلمة المنظر أيضا في وسط الكلمة. نكمل. الغيوم تتلون بشعاع الشمس الأحمر وترسم ظلالها على البحر الأزرق، والشمس تكاد تغرق. إذن هل لاحظتم وجود حرف الظاء في الكلمات؟ كلمة ظلالها، كلمة ظلالها أتت حرف الظاء في أول الكلمة، أول الكلمة. إذا البحر الأزرق والشمس تكاد تغرق. انظر انظر يا عصام، الشمس تغيب. إذا لدينا كلمة انظر أيضا في وسط الكلمة. لنبدأ معا بكتابة مدود حرف الظاء القصيرة والطويلة. نبدأ بالقصيرة. نكتب حرف الظاء، حرف الظاء، فتحة، ظ ظ ظ، ضمي ظ. لاحظوا كيف نكتب الحرف. ظ كسرة ظ، وظ سكون ظ. حسنا، الآن المد الطويل. ظ أظ وآ ظ، أظ وأو ظو، أظ وإي ظي. حسنا، ظ ظو ظي. الآن ما عليكم سوى كتابة الدرس على دفاتركم والانتباه جيدا إلى حرف الظاء والتدريب على الكلمات إن استطعتم، وشكرا.